ايش حق لما شاف السيارة شو الباص ليش مو باص هنا اساسا زي هذا بقول بانه هو سلم نفسه بنفسه بالظبط. رضا بس وين البوليس؟ سلم نفسه للشرطة العسكرية مظبوط. صوتو في السبيل يعني يسهم بيه ولا هنا دفعه وفوتو إذا نزلتو ده الشغل دي دفعه تعرفه يكون في بريتل بس تبي بوت نيس أبيس نارو جان بقول بأنه سلم نفسه للشرطة العسكرية وذلك لأنه شاهد في الفترة الأخيرة أن الذي يحصل أو السياسة المتبعة من قبل القيادة الصربية ليست صحيحة وبدأنا نطلق الرصاص على أهلنا وعلى جيراننا الذين كنا نعيش بينهم وقد سألته هل هو أطلق الرصاص؟ قال لا ولكن كان بحاجة السلاح ولكن السبب الرئيسي هو نفسه وسلم السلاح بتاعه. قيستو وداكستي من منطقة بطيني كانت في دور كدوباتي وفي التاني Bio sam ranjen u nogu i otišao sam kod doktora, predio sam moru. يقول أنه كان موجود في البيت أو ذهب إلى البيت وعند ذلك أصيب بقطع ثانية وبعد ذلك ذهب إلى الطبيب وسلم سلاحه والطبيب عالجه وهو ذلك بأنه الذي كان يعمل به غير صحيح وغير سليم ومن رصاص من الحرب كان لديه سلاح والسلاح وضعه في البيت لم يطلب منه اي رصاص مسلمان نارد وصناعي تشيكيتي لقد سمعته من خلال راديو تلفزيون مدينة فوتشي لكن لم يرى في البداية يستلي بي أصغ نور نشتم أنا شخصيا خارج مدينة فوتشي لم أتجول ولم أشاهد أي مسلسل طبعا الآن أمامنا شخصين كانوا محتجزين عند القوات الدفاع المدني المسلمة والقوات السربية قصفت الموقع وتم إصابة الشخصين الذين هم أمامنا الآن وهم من القوات السربية منطقة ظروف الأسر كاكو دوسلو دوتوي خشيني ولي شتا
sve kako je? Kako je došlo do tvojih zatvaranja ili uhvaćenja? Pa, predao se. يقول بأنه سلم نفسه زاشتوكسي بردو بيو ناب نبرد فوبيغا سموشو مي فريدا بيو ناب بيو سافيلكي وزغو سيفانا كوي ناب نبرد تيا ويسك تيرتونولو يقول بأنه هجوم عنيف على المدينة المدينة و أجل ذلك هرب من في الغابات وبعد ذلك سلم نفسه طبعا لم يكن يحب أن يذكر اسم الجيش الذي هاجم المدينة أو الدفاع لم يحب أن يذكر بعظمة لسانه اسم قوات المسلمين أو التي أو وسألته عدة مرات من الذي هاجم المدينة لم يجب حتى عندما تكلم وقال له كل من هزم عائلا قال تيو كيف يجرؤ على حمل السلاح وتوجيهه الى او الى القريب الذي كان يعيش معه كاكو ستيما خلاب الاستيولوجي بروتيف باي سوسي نحن لم نقرر ذلك بل كان القرار بايدي القياده الاساسيه والسلبيه هل وقعت مذابح زناتي ديال سوي مسلماني مساكر ايران وباشم ديال بنا توفيد لي لا من منطقه كيف تم اعتقادكم او تسليمكم؟ руководство Zbradine. Ništa nam, su nam prenijeli nikakve ultimatume da će biti, da treba predati oružje. Kad je istakla ultimatum teritorijalna odbrana je došla u Bradinu, oni su... Poslali nas da na položaj, međutim, to nije, neka odbrana se nije mogla organizovati i onda su se napravili. Bada na zume da bi vedem kubilu kubilu Srbije, توجه الى مواقع القتال او مواقع الاماميه ولكن التنظيم والاداره كانت سيئه والدفاع عن المدينه عن ضد المسلمين ضد القوات المسلمه Međutim, to rukovodstvo je krilo od nas pravo stanje stvari, a nismo imali informacije. Za drugo mjesto nije bilo informacija, niko nismo imali tu
20 dana nije bilo nikakve informacije, nismo dobivali. Ana la a'lam bi hadha lana fi al-adila lam kun ladayna kahraba nasma al-akhbar. كيف kako ponašaju prema korektno je. Amel hasan wa jayyid. يقول بان تنكرها استنكارا وعدوها او لا واسمح للقرين ان يفعلوها. هذه الاعمال فقط ممكن ان يقومون بها الناس الارض والذين عقل سافو 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 برادينيس كيف يدخل لتوي خوتشين؟ فيش تبرودان سلم نفسه بنفسه دالس إما غلط طبعا كان يحمل السلاح ويحمل السلاح زاشي ليه حمل السلاح؟ من هو يحمل السلاح في البيت؟ تيل لم يكن لدي هدف ولكن القيادة الغربية هي التي وضعت علينا السلاح وطلبنا السلاح. نفس الجواب يجيب هو سلم نفسه سالتك للقادة اللي قاعدين يذبحوا في الناس هذا يكوي بولكو موت في بولتي باشو بولكو بوست ودافدي ما بيز يكفيتيل مسلمون وشتا في مسلمت نيتكو بيز بام نيشتا مسلمت قرانت مزد طبعا انا سألته لماذا حمل ومن اجبره على ذلك وهي الرساله التي ممكن ان يوجهها للقياده الصربيه وبكل حريه منه ان يتكلم وبكل صراحه ولن ونحن نضمن له انه لن احد يمسه بشيء داخل هذا يطلب من القياده الصربيه ان تهدئ الوضع لا صمتوا تفضل البوسنة أرض ولا تبع لصربيا ولا جزء من كتابي مثل البوسنة صمستانا نزاويسنا درجفا يضا دي صربيا البوسنة ما طرف فيها بأنها دولة مستقلة لا وانت في أوبرا سناشي سراني طبعا الضابط يقول ويطلب منا ان نطرح سؤال على المعتقل نساله بخصوص هل كان حالات اغتصاب من قبل الطرف من قبل الاسراب بحق المسلمات هل كان من الطرف الاخر حالات اغتصاب النساء السربيات كليمينتا جيلكو وداخل ستين كونيس من مدينة كونيس وبنافيا ميستو بيتاني شتاي بوستاريو دالي ستي اوسطرالي دالي ستي فيدلي سيلا ناد مسلمانكي اي دالي بيوسا ابر متسترانا اد مسلمانا سلوفاني ناد سربيانسكي جنس اوتشتو نيسم شو سنة سربسكي سترانة بيلا شخصيا لم اشارك في عمليات الاغتصاب ولكن سمعت بانه من الاسراب نبيلو في بورتما سو دوغي ستراني نيه نيشتو في بدايا ازنا سمعت ان القوات الصربية ارتكبت على وشاركت في عمليات اغتصاب كثيرة وكل ميستو سمع من من؟ بيلا في مدينة في منطقة بيلا منين سمعت؟ وداخل ستوديو تو سنشوف بوغرادو بريتش سمعت في المدينة من الناس يتكلمون بهذا الخصوص كواحد صربي ايه هدفك عايز ايه؟ ايه الكلام ويقول ان من الناحية الثانية المسلمين لم يقوموا ولا بأي حد
الديار. شو السؤال؟ ما كان الهدف من حمله الزحف؟ كاو وسربين زحف في نص أوروجا. نص نص أوروجا سانس بيو مادونيا سلف جايزو شناب. يكون في المنطقة قبل الأخبار المسلمين. شارك في الاستفتاء على سبيل البطل؟ يستفي صفة لي أوني في تاريخ الوقت كان في إيطاليا ولم يشارك في الاستفتاء. ومن أقرب المنطقة شارك في الاستفتاء؟ قالت لي كوري ضيف اسمه بلاطني. نعم إن شاء الله استفتاء. نعم ولا لا؟ نعم نعم. بالدعم للاستقلال؟ جلسوا بليزا نسبة غير تقليدين. فرسانو فريق لمسلمان ونسبة نزاوزكم. Oni su bili za onaj plebiscitano da priđu u Jugoslaviju tako. Li alqa'a kareen wa hum muslimun wa kanu taban ma' al-istiqlal al-kamil lil-Bosna walakin asdiqai al-Afghan kanu dhidd hadha al-kalam wa kanu ma' alqa'a dakhil ma yusamma bi Yugoslavia. Wa dai yani ana dirasa thanawiyya. كيف تفسر كل هذا الحقد اللي احتفظ به الصين كل هذه الاعوام الطويله حتى تفجر في النهايه في صوره هذه المذابح؟ كان فوجش اوبياس تاي لوتشينس كوي ونطر سيرجي الغوصو نيز تيخ جودينا كوي بيو فضل ايساد اوجدنا. كيف يفسر يعني لجوء عايش طول حياته ما بين مسلم وكرواتي من السلاح ويذبح المسلم ويذبح الكرواتي؟ كاكو مونا اوبياس نتيك سربسكي نارود كوي جيبي مجو خلفاتي مكمامة اوضي اولاد نموغاو نوصي توجي ايدا كولي ايدا اوبي سوسي كوي سانيم يو يو يجيبي مو مشلين بيتشي مودا يودي ناسيلا نا فليتشي سترانكي. حسب اعتقادي وتفكيري بان معظم الناس الاسراب داخل هذه المنطقة اتبعوا سياسة الحزب السكين كوي سو بوجه ناس وشتو بيش السوائرات حيث حاولت القيادة السربية أن تسحب طرفها وطورت عدد ممكن من الأسرى في هذه الحرب. يري وقتي سانكا رجاولا لأن الجيش الشعبي اليوغوسلافي والحزب السربي هم سلحوا كل عمل عملية كل الشعب. Iako ovdje nisu nikakve znači imali 13 iz terena. Wa ma'a al-'ilm bi anna 'amliyat taslih tammat wa hum kanu ya'lamun bi anna laysa lahum ay fursa wa la hadd basit bi an yahkumu hadhihi al-mantaqa li anna al-asrar fiha taqafun. Pravi sigurno za ovaj teren ovdje i za PH. لم يستطيعوا أن يتغلبوا وأن يحكموا هذه المنطقة. دوسسن سي بريتلي مو مسلمانا نيسا مو سنايينو في البيت وذا تريتي كودي. حتى الآن كل أصدقائي كانوا مسلمين وخلال ال 25 سنة اللي أنا موجود فيهم هون في هذه المدينة في لي صديقين فقط من الأصل. Znaš ti koga od Srba kome je noćin oružje, a odbija ga? هل تعلم او تعلم احد من الاسراب الذين كانت القياده السعوديه تريد تسليحهم وله ان ياخذ سلاح؟ سامير سامبيو جراد و 80-90% لا اعرف ذلك لاني كنت في المدينه ولكن حسب ما سمعت وحسب اعتقادي بانه 80 او 90% من الاسراب داخل المنطقه اخذوا سلاح. Bi li bio srpski narod napadan da mi je stavljao ove barikade? Hel kane an jazam al-šaab al-srbi fi al-mataq al-mujawara lau lam jada' al-hawajiz wa yaqum bi mudaqat al-nar ala konjic. Nisam otišao izgleda, mogao sam tri puta sam išao i vraćao.
vraćao sam se, mislio sam da neće biti nikakvih problema. Međutim, Srbi su napravili حسب problem. وحسب تفكيري أغادر المدينة إلا ثلاث مرات أثناء تلك المشاكل ولكن oni su napravili problem što su sa obraćajnicu vezu sa glavnim gradom Sarajevo prekinuli i mogla da ide komunikacija. بدأوا في الفترة السابقة يوضعون الحواجز خرجنا من كويس في الأنفاق التي شاهدناها وطبعا في هذه الطريقة قطعوا الطريق الرئيسي الذي يوصل الهرتسك مع البوسنة ومع مع عاصمة البوسنة وهي سراييفو. I na donjem selu takođe za tamo muslimanska sela su bilo problema s tim bataljem. هنا جهة الفية يوجد بعض القرى المسلمة وكان عندهم مشاكل كثيرة بخصوص الطرقات حيث كان الأسراد يضعون الحواجز دائما ويقطعون الطريق. To je po meni bio glavni razlog što se morali muslimani da napadnu ta sela da oslobode. وهذا هو كان السبب الرئيسي الذي أجبر القوات المسلمة على مهاجمة وتحرير الطرقات من الأسراد المسلحين. هل تعتقد أن الأسرى المسلمين يعاملوا نفس المعاملة التي يعاملوها هم هنا؟ Da li vi mislite da muslimanski zarobljenici imaju isti uvjeti i isto ponašanje kao što postupaju prema vama braća ovdje? Ovdje s nama postupaju korektno. Za tamo sam čuo svašta, sam vidio. معاملة هنا جيدة ويتعاملون معنا بأسلوب جيد ولا اعتراض عليه ولكن بالنسبة للمعاملة داخل المعتقلات السربية لا أعرف كيف يعاملونهم ولكن سمعت بأنهم يعاملون بوحشية ويضربون دائما ويعمل القتل. وعمليات ولا شك في ذلك ولا أحد يعترف منهم بأنه قام في هذه العمليات لكن بحسن الحظ أنه وقع بأيدي القوات المسلمة ملف يوجد فيه أسماء الأشخاص وأرقام الأساس المسلمة يحرسون هذا المكان علم أنه يوجد فيه أكثر من 400 أسير وكان يمتلكه سلاح قديم جدا من سنة 1940 وهي بندقيات طلقة واحدة رصاصة واحدة فيها ولكن في الفترة الأخيرة حصلوا على هذه الأسلحة ويشعرون بذلك الملف الذي وجدوه لأن كل واحد من كان لديه قطعتين من السلاح وليست قطعة واحدة وعندما قالوا أنهم سلموا أو أخبأوا الأسلحة لم يعترفون بذلك وعندما وجدنا الملف ذهبنا إلى الأماكن وأخذنا الأسلحة ومن ضمن هذه الأسلحة التي تروننها لن أحملها في أيدي قلت الشرط؟ أنا قلت ولا أي واحد يتحرك تمام اذبح تمام يا ولد كلب شياطين بس ايش هذا الناس دائما مسكين دائما تجي اشرطه تفيد وتغيرهم كمان غيرهم الموس وخليه يعني بواحد يطلع انترستنج بلاس بار ljudi islamsku porijeklo. Pa možemo da shvatimo jednu stvar. Ovi će prihvatio to negdje pred i ove godine. Tansif ma al hizb al srbi alladhi ana fi al bidaya al kad se izašlo, kad se već ova situacija razvila onda sam ja pustio sa grupom ljudi radno mjesto jer sam radio u štabu teritorijalne odbrane. Da. I pošao sam u svoje selo Bradina, to je لقد غادرت مدينة كونيتس وذهبت إلى منطقة جرادينيا حيث
ovdje sam se priključio toj već organizovanoj već u organizovanom sistemu koji je bio u organizaciji te srpske stranke. عندما كنت في مدينة كونيتس كنت عضوا في الدفاع المدني الذي كان يشرف عليه الجيش اليوغوسلافي الشعبي وبعد ذلك غادرت مدينة كونيتس وذهبت إلى مسقط رأسي حيث شاركت مباشرة في الالتحاق بالقيادة الموجودة في المدينة القيادة الصربية نعم القيادة الصربية أبوشتو سنبيو ستاريشنا onda sam ušao u taj krizni štab kao starješina odbrane objekta, odbrane mjesta. Naš cilj je bio... طبع كنت ضابط في السابق ومن ذلك اخذت مكاني في لجنة الطوارئ وكانت مهمتي الدفاع عن المدينة ضد من؟ سيل naš u mom mjestu gdje sam ja bio je bio isključivo odbrana svoga mjesta i svojih ognjišta. Hadafna al-raisi kan huwa ad-difaa an mantaqatana wa mawaqi'ana. Nikakva napad na protiv koga. Wa lam yakun lana hadaf fi muhajamat ay ahad. Ali od koga ste vi želili braniti? To je pitanje jer سألته من كنتم تردون أن تدافعوا يقول أن هذا سؤال كبير الوضع السياسي والوضع العسكري في تلك الفترة لم يكن واضح ونحن تربطنا علاقات جوار هنا مع القوميات الأخرى وكان هناك كان هناك اتفاق بين القيادة الموجودة في جميع القوميات واتفاق واضح كاجم على نيفو بوليتيكي دوغوفورا او كونيس على الصعيد السياسي دوغوفوري سما سبيلي دا se što duže sačuva mir na teritoriji naše opštine. Ittefaqna ala an nuhafiz ala iqama as-salam fi al-mantaqa li fatra atwal wa li fatra tawila ila amkan. Ti prevedem ja dok se oni malo bolje redove, znaš da se stvara mir dok oni malo bolje očistimo. Rajko, imaš li ti pravo po zakonu magistralni da prepriječiš da kontroliš? السجن هنا يقول قائد السجن هنا يقول انهم حافظوا على كانوا يريدون السلام ويريدون قسم الوقت فقط لانه تم عمليه تسليحهم بينما المسلمين كانوا عزل وكان لانهم كانوا يخططوا القياده الصربيه كانت تخطط لهذه الاعمال فسلحتهم وكانت تحافظ على نوع ما من العلاقه مع المسلمين وتم تسليح القوات الصربيه وهنا يساله هل من اعطاك الحق بان تقف وتقطع الطريق الممتدة من مصر إلى سراييفو. أنا عايز بيتال إنه بستاني. لكنك أنت أقول لك كو يا الإمام تبي برافو ده. ولكن في تلك الأوضاع هذه الحالة كانت شائعة جدا في جميع المناطق ومنطقتنا التي كنا يعني أزلان كاك سوبي تيلي في مالي لا غوري مونو اشتاسمو مي مالي تيل أنا لا أعرف ما هو الهدف في المناطق الأخرى وما هو هدف من الحوالي ولكن أنا أعرف ما هو كان هدفنا نحن كوي فاش تيل بيو يلي سربيا بومغلا سربسكو مناردو ستيم شتو يمي بوديلي Srbija u ovom slučaju, Srbija i armija nije mnogo pomogla srpskom narodu. Fi hada al-wada Srbija wa al-jaysh al-sha'bi al-yugoslavi nije lam yusa'id al-sha'b al-sarbi kathiran. Ako se pitanje odnosi Ako se pitanje odnosi Nema više, gotovo, nema više, to je gotovo pitanje. Sad sljedeće pitanje. Ja sa aqulu lahu shay'an fa. Pa, ne mogu.
kako ovdje i kako ponašaju prema vama? كيف يتعاملون وما هي المعاملة التي يطلقونها هنا؟ ovdje je odnos prema nama dosta korektan. المعاملة جيدة جدا. živimo tu kao i status jesmo ratni zarobljenici, internirci. نحن نعيش هنا ولكن حتى الآن لا نعرف ما هو وضعنا، هل نحن معتقلين حرب أسرى حرب أو ما هو ألي فيديم يا دافي أودلشنو إي كومودنو بريتشاتي أوفدي توزناتي داني فيلتشينات فاما نيدنا نيدنا بريتيسك. أنا أشاهد الآن بأنكم تتكلمون بكل صراحة وبكل حرية وتحاربون وتتمسكون بموقفكم كسربي ولا وهذا دليل على انه لا يوجد اي ضغط عليكم داخل المعتقل. ما رايه في رئيس ميلوزيفيتش؟ ايش تاي فاشو مسليني بريسيدنيك ميلوزيفيتش؟ يا بريسيدنيك ميلوزيفيتش ماني نيك ني بيو بريسيدنيك. رئيس ميلوزيفيتش بالنسبة لي لم يكن في اي حالة من الاحوال رئيسي. لانه هو لأنه هو رئيس صربي. هو نبيو بريسينيك صربي. إي ميسمو إيمالي بريسينيشتو. لكن بلا يوغوسلافيا. يوغوسلافيا هو نبيو. نيكا. وعندما كان لدينا رئيس ومجلس رئاسة. ومن رئيس الوزراء؟ فايس بريسينيك سادة. سادة بريسينيك بريسينيشتو عليا زيدبيغوفيتش. الآن رئيسنا هو بوسنيا وهرزيغوفيتش. وعندما قطعت الطريق بينهم. Jeste vi napravili barikade na cestama? Jeste vi slušali tada predsjednik Alijezet Begović? Ne. Nije to slušalo. Bistabi' la lam nasma'hu. Alo, da anda kam sana? Koliko vi imate godina? Imam 42. 42 sana. بعيد عن الصحافة والإعلام والكلام ده كله، كيف جت له الجرأة بعد 40 سنة عايش مع جاره مسلم وجاره كرواتي إنه يطلع يرفع سلاح ويذبح بيه أطفاله؟ دليك عايز أعرف إزاي؟ سلسفة ميديا إسفين كاكو ستفي إمالي خرابر وستناكن تشاتر ديسيت إدفي جودني كاورو جيني تشوفيك أوفدي جيفتي إزمجو مسلمة إي خرباتي ما كاكو ستفي إمالي خرابر وست دافي ديجنتي أوروجي إلى سيبورة بروتيفي تاينر. أكو ماني ليشنو بيتا ماني ليشنو Osobno? Osobno, da. Ja sam mnogo u međusobnim kontaktima sa svojim komšijama, muslimanima. Dakle, da je malo kathiran fi havar ma'al muslimin, fi amakal muhavara. Kako zajednički? في الحوار كان يدور حول كيف نستطيع معا ان ننظم حياتنا وان نعيش بسلام وان لا يهاجم احد الاخر. المسلمين اللي عايشين هنا في المنطقة دي أو في كل دول أصلهم من أهل البلد هنا ولا جايين من تركيا؟ مسلماني كوي جيفي أوف دي ونعوهم بودرلتش دالي أوني دالي سو أوداف دي دالي سو أوف يكتو بيلي إلي سو دوش ليز إلي سو دوش ليز تركي نه نه شو لودي كوي شو سيديو سينما تو دوسلينيكا أوف دي ناتريتوريو شو نيكوني هم بالطبع من أهل البلد وحقهم طبيعي أنهم يكونوا لم يكن لدينا ناس قادمين من اماكن اخرى. قناص وكان المرافق الشخصي اللي عملنا معه المقابله قبل شوي. نعم هو القائد اللي عملنا معه المقابله اول واحد. الواحد قول يعني. اسمه الاول كاكو تيمي برزن. جيلكو ميلوشيفيتش. ايش كويس مستو؟ ايز اوفشار اكوت كونيتسا من منطقة اوفشار جوار كونيتس كاكو يدوس لطفوي خوتيني ايسا تيمي سي بافي برلي مولين سا تيمي سي بافي برلي كوي توي زاداتك توي اولو بيو بلا اولو يا سام اوتشو سيلو برجا زاداتك كوي تي زاداتك دالي سمينو بوشكو سنايبرسكو بوشكو
za koje ja nisam bio obučen, ali ja sam koristio. Muhammed je kanat an akun qannas, a to ni bundukija tkans, leti lem akun uđid ustahdamuha. Ne mogu lagat, ne leću. Ne mogu lagat. Katalu zirom stijel. Ubi, kaču. Onaj... Koliko ste vi ubili ljudi iz te kuće? Pa nisam djelovao u toku bitke. Bitke nisam djelovao, bio sam suprotno graju Bradine gdje je bitka vođena. Tako da imam... Gdje ste bili? Suprotno graju gore. Gdje ste bili? 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 Izbjegao sam tu odgovornost. Da ti nešto pitam, vi uvijek kajete da niste bili prisutni ili da kad je izvršen napad, je li to napad za vas ili to oslobođeni? To su muslimanski krajevi ili... Slušaj, bilo je ljudi koji su pošli da se predaju. Nisu smjeli od njega, pucao u leđa. On? Ma nisam pucao. Jakul, بعض الأسراب الذين كانوا يودون ويردون أن يستسلموا قبل الهجوم ولكنهم لم يستطيعوا هو كان السبب الرئيسي لأنه كان يطلق عليهم الرصاص من الخلف على الأسراب على الأسراب اللي يريدوا الاستسلام نعم طيب ليش ولا لماذا؟ واي؟ قول له إيه الهدف؟ إيه الهدف؟ إيه الهدف؟ كويس تيل ماشي يا سلام bio izbjeglica i gore mora imat neko oružje. Konjica. Izbjeglica s konjica? Pa imao sam Bržanima, majka mi je iz Bržanije gore. Moja je majka iz Bržanije koja je iz tog mjesta. Ti si izbjeglici iz konjica? Pa otišao sam gore kod svoji njezine braće. Zašto si napustio iglan? Pa zato jednostavno što su mnogi ljudi otišli. A zašto su Srbi su otišli? Nemam pojma. Ovo je kol na u Lađe fi al vantaka Mujavara, a ovo je u aslim konjic. وسألته لماذا غادر المدينة؟ هل أحد ضايقه؟ يقول لا، لم أحد يضايقني وأنا غادرت المدينة لأن معظم الأسراب غادروها. كاكو يلكو فاما نشتو نطرافي يستفيدي إن ترسيلي نقص تدريب. بيلو يعني بروكاتيا تاك بتاني بيلو يوش أوش تاني سيكورنوست جي سمين يسمى نستان موغي سناتشي وتون سيلي Jednostavno je bilo ljudi koji se nisu mogli snaći u toj konfliktnoj situaciji. Po vojska i slušamo komandu i naređenje komandanta. Kad komandant... Nahnu žajiš wa nunafid al oamr min al qijada al alija. Komandant izda naređenje da se ne tuku i ne maltretiraju, mi to moramo ispoštovati. Vidite kako je teško. Vidite koliko je bezobrazno. Amr bi adam al ta'vib al asra wa adam darbihim. وشاهدتهم الآن كيف هم غير مؤدبون ويتكلمون الكذب بكل وقاحة. من يجاو سبسكو ناردا؟ أنا يؤسفني وأشفق على الشعب السربي. أواكي سوي بدالة شو مثلي دسو politički potkovani, da su vojno dobri, vake su ih podale u vale. Ulekin haula al-mađanin, al-ladina lejsa lbehom aqal, al-ladina yudannun, أنهم يفهمون بالسياسة وبالأمور العسكرية. يوبي تشوني سلوشة سربي أكو بريجي. أطلقوا الشعب السربي في متاهات وفي أمور اللي كانوا يقدرون أن يتخلصوا منها، ولكن أنا واثق من ذلك بأنه إذا تم إطلاق سراحهم غدا فسوف يسمعون القيادة السربية مرة أخرى. أزناش كوا أغلبنا أوبشن سربي هوشي دابوكلو بيتشيتا ويوغوسلافيا ونحن نعرف ما هو الهدف الرئيسي لصربيا وهو الهيمنة على كل يوغوسلافيا السابقة. Thank you.
فلوس ثانية بدي واصل. Gracias.